ينطونك يا كايم وتشان ملاك الخبز سوى بمصارف لا عجز ياخذون الخارج يجز شو تقول على هاي ملح وكل ملح وكل بس لا تظن الثرثر هواية لا يا شعب بعنا النفط ونظل نبيع حلو الحياة ونسى وسفر فلوس وورق بورو طواو الجو حلو وكلش بديع ضيع انت ضيع عذروني ما عندي وقت اضيع بهالبلد احنا وقعنا بهالكنز من عوفة للابد الوضع خرافي هو الطر مطافي يا قلب دكافي بعد ما حد حتى اللي عيني يريد عطى مني القهر فقرني ويصيح لي أريد هشكشكة شكشكة كل التعب راح بعد جقاير بترفك بالي ما مرتاح هواني أصلا أي ست يتحسن الحال جيراني عاشر نوطفر من الفراشان لا مال لا بنون وشرعان السنون والوضع تنق علي وبعد ما في مجال شو بتريد بطاقة شو بتريد بطاقة الدفع ما في تأخير والقبض بس يمي يصير ما يدفع عن زعقاطة ويبقى بطارق شحاطة رايد ولا أوطاعة واعلنها بالسماعة والما يصير ويايا شخص ثاني كلكم ورا لساني ومفصل الريموت وراهم علياني العشق مالي العشق مالي الكرسي العشق مالي عشق مالي العشق مالي الكرسي العشق مالي العشق مالي صخر وياي يا همي شي وخر محسود ويا هو اللي يجيب اخره هذا الوطن يراد شوي حار نوقف نرد نطيح ونوقف وتالي وذاك نريد يطيح على النجم عالي هي ما عرفه هذا الجهاي يحكي هاي الجنطة مال الأستاذ هلال والأستاذ هلال جاي إن شاء الله بالطريق خطية كلش تعبان من السفر خطية عفوا أستاذ أنت منو؟ أنا اسمي جميل ومقيم هنا إيه عرفت بس أنت شغلك شنو؟ هاي سالفة طويلة وإن شاء الله من توصلون للسكن أسولف لكم وياها أنتوا شلون تعرفوني؟ غير تنتظروني؟ شفت؟ قلت لك جنطة أبوك خليها على راسك افتهمت؟ أنت المدير وتحترم نفسك خالي أشيل جنطة مال أبوي لك أنا مسؤول الجنط؟ بس ما بلعتشي؟ بس خلص 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 ما صار شيء أنا الأستاذ آنسي حضر السيارة بين ما الأساتذة يتفضلون جاي بالمطعم شلون عاجمكم على غدي ويا تخبر شكرا شكرا أستاذنا أرجوك أخي هاي مهمة رسمية وما نسمح لك تتدخل وشكرا لخدماتك شنو؟ ليش هذا؟ مو وياكم؟ لا انت شلون تاخذ الجنطة مالتي؟ ها؟ شلون؟ انت منو؟ ساد انت وفد بلدي ايه؟ وانا احب بلدي بلدي ما بلدي انت من جماعة بلدي ها؟ طبعا سبع هسه وقت شوبي يا شوبي لا شنو سبع النوف دف مين يجيب لك دف بدون دف لا شكرا اتعامل وياه يدي فهمني من البداية سبع
شلون اتعامل وياه؟ اوف يا بلدي شلون اتعامل وياه؟ هو كان شيش مال قص اوزعك لفات اعضك باوع لك تطلع منا لا اخبر عليك البليس افتهمت؟ بليس اي الوطن الوطن حزين الوطن الوطن مطرود يعني معقولة ماكو ولا واحد يجي ساعدني؟ مو قلت ليش تعالي قاعد يمي بالسيارة ما قبلتي لا هلا أصعد بالمظلل يا مظلل بعدين أنا كنت صاعدة بسيارة سيادة الوكيل شنو يعني؟ يلا ما صار شيء ما صار شيء شفت شلون مسيطر عليهم؟ يلا عيني يلا حتى روح للغرف ترى كلش تعبانين وين 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 شنو؟ وين؟ أقول لك التخبيل بابا أول مرة نروح للغرف نرتاح ايه؟ نسبح وبعدين ناخذ نفر بالستريت ما تقولي ستريت؟ شنو ستريت؟ يعني الشوارع نفتر؟ ها يا شارع اسمه ستريت؟ لا ستريت نمشي فضونا تعبنا طبعا هي فرصة سعيدة شلبت فهموني احنا جدا ننتظر ننتظر الستوتة غير ننتظر البخت خالي خالي اسمه اليخت يخت شوية تكيت خالو انا اعرف اعرف تعلمني بس انا اقصد غير شيء انا اقصد على الورث لك يا ورث سبع الف مره قايل لك من احكي اني انت ما تلغي سكوت سايلنت صار شت اجل نعم استاذ انت فهميني وعلى كيفك احنا ايش بدنا ننتظر استاذ غير ننتظر اليخت اعرف اعرف كل ساعه وعدتوها علي شو نسوي باليخت شوفي ارضي مو بحري يصير براسه خير والله شنو؟ على ابنك على ابنك أقصد خالد لظفت تتجاوز أستاذ تعال 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 قلني انت غازوك تعال تعال خالي أتكيت أتكيت ما أعرف أحكي بالإنجليزي أقول له تعالوا هنونو تعالوا هنونو هنونو أشفت هدومي يابا يابا انتحر يابا عليك أذب نفسي بالبحر دقيقة دقيقة أنت راح أذب نفسك بالبحر إيه؟ بس هناك جيش هناك بالعمق أحسن زوز نصعد فوق وناخذ صور وحركات وهذا ونحرق الجو اليوم لك يا جو تحرقه لك انت تحرق دمي لك انت متجوز من هاي السواليف لك انتحر اقتل لمشي لا يطلع دم كافي صور كافي خلاص بابا ورانا شغل كافي صور اموال الدولة هاي اموال البلد صور بعد ماكو ماكو صور لا تزعل ماكو صور خلاص يلا بس هاي اخر صورة انا وياك اضحك بس بس سجلت $50,000 نعم استاذ سجلت سجلي يمك $120,000 سجلين $120,000 وما اريد اي خطا بالموضوع الله بالخير الله بالخير شلونك استاذ الحمد لله الله بالخير هلا بسبع حبيبي هلا نسيبي هلا قوم اقف وين كنت شنو اقعد يا ادري شنو طالب مال مدرسة فهمني عليك كيفك شبيك طالب مال مدرسة وين كنت ليش تكرهني بس فهمني اخلو مو مصلحة البلد كان اعرف شو اسوي لك يا سبع يا ابا على كيفك على كيفك بالوطنية لا يروح يسعد الضغط واشمرك من انا على سمك يا سمك لا قصدي نحتاج شبك على مود السمك على مود السمك اخ مو صوتك صوت امك اللي خلته يجي وياي والله لو ما نسيبي كان هنا أنا. بس بابا سجلي نعم $30,000 اوكي المن شنو المن صرفيات مال بس أزل شلون الامور تمام كل شيء تمام استاذ سبع سويت لي على الدراسه خالي خالي ها ابو يجي احكي وياك شنو يا دراسه يا ابو حار هو بلا ما يمشي شو تريدين شو اسوي انا ارسم له نخله بصفه لو ادرس السمك شو اقول للسمك انكسرت الشيشه انكسرت الشبكه استاذ سبع انت شفت المياه وهذه مجرد مياه البحر راح نشوف مياه الانهر والمياه الجوفيه يعني بعدنا ما مكملين عمي ننتظر والله كريم نصبر هسه مو قلت لك لا تجيب الوفيد
حشرت نفسك الا اجي. يلا شوين الدراسه مالتك؟ قصدك شو اسوي بالدراسه؟ اي اقرا وانجح غير. بس بس لك شنو هو في التغيير انتو؟ لك لك ايفاد طالعين ايفاد، لك هاي اموال البلد. ست اجل شوف لي غير هذا الفندق، لانه حقيقه بي ضجيج قاتل. طبعا ابوك غير ضجيج من اني. شنو دحت من اخ؟ يقول خالي يقول ابوك ضجيج. اني ضجيج؟ سهله الله لا يوفقك مرتي. ضجيج يعني قصدي مثل صحتك مثل الحديد. بس تفضل ست اجل. زائد 3 يساوي 6. استاذ سعيد الو الو عيني الو، هاي الدراسه الجوفيه. يا زوراء يا جوفيه عزل ايش فيك؟ رجاء سعيد هذا وقت شغل والدراسه لازم نكملها، لان السيد المستشار اكد عليها وارسل فاكس. يا فاكس منهم؟ شنو اقصد يا مستشار؟ رجاء سعيد لا تدخلني بصراع الفيله. شفتيني اسمر على بالك هندي؟ ناري كلاتهم يا هي، ناري كلاتهم يا هي. سعيد انتم مستشارين ووكلاء بيناتكم، انا ترى انسانه فقيره وعلقت حالي. انت غزالة الوزاره؟ لا عاد انت غزاله، امي غزاله. ايش قلنا؟ خلينا بالدراسه. تفضل ست. تفضل شوف البحث. اشوفه. ايش دا تسوي؟ جاي اقرا. تعبت من الدراسة. حلو، هما شنو؟ المياه الجوفية. يا جوفية شبيك أزل؟ شوف العواطف الجوفية العدي لتحسي بيا. أنا أقدم الدراسة لأستاذ سبع أفضل. عاد خالي سبع شون جوفي؟ بابا عوفك من هذا الدراسة والبحث، ترى كله كلاوات. كلاوات شلون؟ استهلاك إعلامي. معي؟ كله كلاوات. هات أجاب النفط. لك بابا السترة، لك شبيك؟ شبيك مجرجرني من الغرفة لهنا وتقلعوا في الموبايل؟ شنو الموضوع؟ اطلع كوسج. شكو شكو عندي وياك موضوع في غاية السرية. وشنو هذا الموضوع اللي يعوف الموبايل على موده؟ الموبايل بلاقطه وتلقط كل شيء، فخاف تلقط حتشينا. انقلب علي ملقط، حفلي فدنه. شرح حفلك براجلي. ايش قلت لك؟ اقصد الموضوع في اعلى درجات السرية. وشنو هذا الموضوع؟ اقول له سري يقول لي حلبه. لك يا ثور يا حلبه، شنو هذا الموضوع السري؟ فهمني. انا ما اعرف غير هو سري. مو قلت لك انت فد واحد سر 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 سري. اسمع هلال، الدكتور راح يجي. ما اعرفك فطير. ايش عندي يعني فحص كورونا يجي الدكتور؟ لا فحص، شارجر كورونا. شنو الدكتور مستشار راح يجي. لك بابا هم هوايه الدكاتره والمستشارين، يفهمني ياهو منهم؟ ابو القلب، ابو الكسور، ابو الحنجره، ابو الاذن. لا ابو اللي يلوي اذانك وش لحنجرتك. وصول الدكتور نمر كبير مستشاري المستشارين للاستشارات الحكوميه. منو قال لك؟ تناهى الى سمعي. يعني شنو؟ هو قال يا له قل له قل تناهى الى سمعي. حلو، واني هم تناهى الى سمعي. انا راح انتهي اروح ارتب اموري، هذا بلوه. خلي اروح استقبلها اشوف الاشاره من رخصتك. مو قلت لك راح يجي صقاركم الا يركضكم تركض؟ قادر بس علي سبيع وانا صدق. قلت لي خلق طبقات متعدده واعماق المياه. بابا من يحفر؟ من يجيب المي؟ الدراسه بيها كل طرق الاستخراج وعلى من تقع المهام والدوائر السانده. شو احنا عندنا نهرين ما مستفادين منهن، نبي نروح للصحراء مو نطلع مي؟ شنو شريذيه؟ السلام عليكم. الو الو عيني الو. تفضلي، اجاك الاخ عتوي. استاذ انا جاي اقدم دراسه عن المياه. العفو، اقدر اعرف شنو الصفه اللي سمحت لك تشارك بعمل حكومي؟ صفتي ابن البلد، ومن حقي اقدم بشي للبلد. بلدي. اخي بلا بكي بلا بكي، البلد يرحب كل ابنائه. وقل لي دراستك وين عديتها؟ عديتها بالهول، والقسم الاخير عديتها بالمطبخ. ادري. شنو؟ جاي اسبغ لك الهول لو المطبخ؟ هول شنو؟ مطبخ شنو؟ دراستك المائيه وين عديتها يا فرس النار؟ على نهر دجله والفرات. استاذ سعيد
شلون يصير العمل بسرية وما يصير أي واحد يجي يقدم دراسة؟ ستي شلون ما يصير؟ احنا ولد البلد، وده اليوم اللي راح نرد الدين للبلد. انت ايش قد مطلوب؟ مطلوب 4 نفرات تكة و3 معلاق. ساكن قد مطلوب، انا روحي فداء لهالبلد هذا، وهذا مشروع الماي، فشي بسيط اقدمه للبلد. اوكي اخ شبوطه، انطيني. ايسر. اللي دراستك. وهسه تروح. روح للنهر، اسبح. ويصير خير ان شاء الله. خالص استاذ. بلدي بلدي. سعيد هذا شلون حكي؟ ترى الحكومه ما راح تقبل على هذا الوضع. بابا هذا لازم احكي وياه هيك، لان بعد شوي انقلب عليه حسين الجسمي. هسه انت شيله شتني دوختني دوقف خلينا نحكي وياه. استقر وانت الدايخ انت المشنوش انا القلق. لك الدكتور قال اجي، ما صار 10 ساعات دا ننتظر وما اجي. اني روحي راح تطلع، لك مو المستشار راح يجي، واني هذا كلش اخاف من عنده. يابا مو قال لي انتظر، ما عندي رساله بيها تعليمات، وين دا انتظر شبي؟ لك مو انا حتى ريوق ما متريق، غدا ما متغدي. ها جت رساله، هاي من الدكتور صح؟ لا هاي من نانسي حبيبتي. لك نانسي منو؟ أنا بحال نانسي، شو تشتغل هاي؟ نانسي هاي مترجمة بالوفد، فتشاطرة كلش حبابة، صديقتي. لك ابني، لك سبع، رصيرة والعوفق من هاي والعوفق من السياحة، لك الدكتور راح يوصل. يوقف على كيفك خلينا ننتظر. رسالة ثانية. هم من نانسي سدة. لا. هاي من الدكتور. إيه. تدري شو يقول؟ إيه. يقول أنت مسخن وخذ فلو أوت مال سخونة. يمكن تداهرني؟ لك أنا راح أموت. لك مو سوتشك، سوتشي أنا اللي خذت بيها أختك. لا بدها شاقة وياك شبيك؟ المستشار وصل. قوم قوم خلي استقبله. لا شلون يصير؟ معلومات سرية. سرية طبعا سرية. وأنا إجي الدكتور. لا قوم خلي استقبله. لا هو قال لي دادقتي لا تفتح إلا دقة واحدة. دقتين ما تفتح؟ إي نعم صح. هاي 3 دقات تجمع عليه دقات؟ هي هاي دقة؟ مالك علاقة، ابقى بمكانك. هاي دقة واحدة، اجي المستشار. وسهل يوصل. دكتور نمر. بس لا انت بالذات ما تفك حقك وتحكي كلمه واحده وعيب. ما تستحي ما تخجل، رجال شبير ايش كبرك ايش قدك، شعرك ابيض عمرك ورقه، البلد دازك حتى يتطور، وانت رايح تركب البلد وتطبش بالمي. مو بلم، يخت يخت. بلم يعني بلم؟ بلم وين؟ بالمي. قاعد باللبن؟ خلاص بعدين. وين بحوث؟ وين دراسات؟ تدرون تأخير دقيقة واحدة إضاعة من أمر الأمة؟ خالي بس ها فرصة. اسكت تسكت وتطبق على صفحة حالك على أبوك. ما تخجلون ما تستعون، فشلتوني. أبناء البلد كلهم عيونهم عليكم، الناس صابرة على مود يشوفون نتائج شغلكم، وتجي تلعبون ما تستعون. هسه إذا رجع للبلد شغل الحطابين في عالي الجبال، شغل المزارع في البساتين، ماذا أقول للعيان في البراري؟ ماذا أقول للأمهات الصابرات الثكلة؟ انقلب علينا ريشارد قلب الأسد. اسكت أسد حلقك إذا تفك حلقك وتحكي نوم. ابن عمي ما نحكي دهلال. بس ماكو ابن عمي وبخاري، الوطن وأبويا وأمي وأخويا وأختي وجدي وجد جدي وجديتي وابو جدي جديتي وخالد ابن عمد ابويا. يابا يابا شو وقت تخلص ارد اعزل؟ يلا الكل الكل تروح سوي لي دراسات وبحوث، اريد موضوع المي اليوم يخلص، حتى اسبح حتى اشرب حتى اغسل يبو حتى نطور غير موضوع. فهمت ولا لا؟ وهسه اريد مك وين راح اكون صدق كذي بيحكون؟ أنا يا رجع إيه دق الجرس. تأخرت وين صارت؟ إيش بيك؟ آسف والله عبالي سندانة لأن نفس اللون السياج. آسف زين ترى أنا انتظرتك هواية.
شنو الموضوع؟ احكي لي. بصراحة أنا كنت بمهمة سرية للغاية. يعني سرية؟ مال شنو يعني؟ أقول لك سرية يعني معقول أحكي لك عن مثلاً سر المياه مثلاً؟ أقول لك سرية. زين أقول لك، أنا سويت لك الدراسة اللي أنت ردتها وحتى شقد انتظرتك. طبعاً ما أعرف شلون أشكرك، أنا تعبتك كل شوية يا نانسي. الحقيقة يعني هاي الدراسة مو أنا كاتبتها، يعني ساعدني بها جوجل. شنو؟ جوجل منو؟ تعرفين واحد اسمه جوجل؟ منو هذا؟ شلون تسمحين نفسك تحكين مع واحد غيري؟ منو جوجل؟ هسه اشرب من دمه، حتى ده ما عندي قلاص، اشرب مشروب. اهدى اهدى، شبيك؟ جوجل موقع على الانترنت. اعرفه، بس تعرفين اني بعيد عن اختصاصي هذا، ممكن تعرفيني اكثر؟ بعيد؟ شلون يعني بعيد؟ يعني لا تركبين خمس كيات يلا توصلين، قصدي يعني تاكسيين، مرة صديقي يوصلني. لا يعني بصراحة يعني اريد احكي وياك حكي يعني. شنو؟ عن المياه؟ عوف المياه وعوف اليابسة. ها لعد. احكي لي على المشويات. احكي لي، انا بدي افهمك على موضوع. اني اقول لك اني مستعجلة وعندي شغل، عن اذنك. بدي احكي شبيك؟ بينه. محاولة رقم 2، دفتر مذكرات زاحف. ميم مشويات. جايك حبيبي. دكتور نمر، ممكن احكي حكايه؟ دكتور نمر، دكتور نمر، دكتور نمر، نمر 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 هنا هنا. من تحكي انت؟ اي ليش اسمها مغاني عمك؟ اسف، ممكن احكي حكايه؟ اذا بيها خير احكيها، اذا ما بيها خير لا تفك حدك بكلمه، لان تعرف اني صفدتي بيها ايرادات للدوله. يا سلام، منكم نتعلم. أني أريد أنهل من علمك، بس ممكن توضيح يعني شلون بصفنتك تجيب موارد للدولة؟ هلال، تعرف أني هاي صفنتي أمر ربع ساعة إيش قد جابت إيرادات للبلد؟ تدري وما تدري؟ ما أدري. طبعاً ما تدري، نايم وجهك بالشمس، شو بدريك؟ ما تعرف، طلطميس يا أبو خبيس. أني صفنتي مثل النفط هلال. وحكي الغاز ليش مو زفت؟ ليش مو قير؟ قير وبالقير هذا اللي يطيك معانه، هذا اللي يطيك عين، بس بتاكلوه تشربونه، ما تستحي، ما تخجل. بس شو اسوي لو ما اتزوج غزاله؟ قسما عظما، يوم لا يوم هوايه دقيقه ما خليك بالدوله وبالهزم. وشنو علاقه غزاله؟ يعني قبل لا اتزوج غزاله اعرفك، نسيت ايام النضال، ايام لم قواطي؟ بس ماكو صداقه، ماكو زماله. عيب. تفهم لو ما تفهم؟ تفهم لو ما تفهم؟ ما أفهم. طبعاً لو تفهم يا غبي. خالي العفو دكتور، هاي الدراسة. من جبتها؟ من سوق السمك، غير أنا ألفتها. هاي مو دراسة مال أزل؟ لا العفو دكتور، إحنا تشاركنا بيها وأني قدمت بعض المعلومات. أنت قدمتي معلومات وهذا ابن هلال من المعلومات؟ حلا حلا أبوه، ثور الله برضى الله، كش بيفتهم. دكتور غبي ما يفتهم. دكتور شكو؟ دكتور شنو؟ مو قدام الموظفين الغربة. اسكت اسكت، يلا قوم اطلع انت وابنك، هاي دراسة زين تبقى يمية، وانت وابنك روحوا فكروا فكروا خدموا لي الفيدباك. يلا الباق نعرفه، الفيد منو؟ ولك ابني انهل من علمه، انت تتعشو يا عالم كبير. فيدباك يعني فيد واستفيد. لا أستاذ، فيدباك يعني نتائج أو تعليق عن الموضوع. هذا أنا شو فهمهم؟ شو معرفهم؟ قم تخذ منك أبدا، يلا قم أبدا. خالي أبقى أنا هنا؟ أطلع أطلع أطلع. ماشي ماشي دكتور، يلا بن غزالة، يلا إلا تخليه يحكي علينا. من دفعني؟ يابا ما شاكو، جبت لك مفاجأة بمليون دولار. ارتاح حيات، خالك مات صح؟ خالش عليه، شغلة تخصك. سووني دكتور مثل نمر؟ شاكو أدري قابل أنت مضمد يسموك دكتور. لا شنو؟ شنو أحجي؟ ما أقدر أحجي. لك أحجي أجل كبد مالك. هواجن؟ مش عيط ومعك.
عيونك يا كايم. وكان ما لاقي الخبز سوى بمصارف ما عجز ياخذ ولا الخارج يدز. شو تقول على هاي؟ ملح وكل ملح وكل بس لا تظل الثرثر هواية. لا يا شعب بعنا النفط ونضل نبيع حلو الحياة ونسو سفر فلوس وورق بورو طواو. الجو حلو وكلش بديع ضيع انت ضيع. عذروني ما عندي وقت اضيع بهالبلد. احنا وقعنا بهالكنز من عوفة للأبد. بعد ما حد يفيدك حتى اللي عيني يريد عطى مني القهر فقرني ويصيح لي اريده. هشكشكة شكشكة كل التعب راح. بعد جقاير بترفك بالي ما مرتاح. هواني اصلا اي ست يتحسن الحال. جيراني عاشرني وطفر من الفراشان. لا مال لا بنون وشرعان السنون. والوضع تنق علي وبعد ما في مجال. شو بتريد بطاقة؟ شو بتريد بطاقة؟ الدفع ما في تأخير والقبض بس يمي يصير. ما يدفع عن زعقاطة ويبقى بطارق شحاطة. رايد ولا أوطاعة واعلنها بالسماعة. والما يصير ويايا وانزل عليه فرقاعة. ماكو شخص ثاني كلكم ورا لساني. ومفصل الريموت راهم علياني. العشق مالي العشق مالي الكرسي العشق مالي. عشق مالي العشق مالي الكرسي العشق مالي. العشق مالي صخر بويا يا همي.